تعد مذكرات القادة الإسرائيليين حول حرب أكتوبر أبلغ من أي كلام يقال حول انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر، ومثلت شهادات القادة الإسرائيليين أهمية كبيرة، خاصة وأنها وثقتها مذكرات وصحافة وإذاعة العدو الذي انتزعنا منه أرضنا واستردنا منه كرامة للوطن. لم تكن حرباً عادية بين دولتين، وإنما لطمة قوية على وجه الاستعمار الغاشم أفاقته من أوهام بناها لسنوات حول أسطورته التي قهرها الجيش المصري بجنوده البواسل، وصار الجيش الذي لا يقهر أضحوكة مخجلة للاستعمار وأعوانه آنذاك. والحق ما شهدت به الأعداء، فكانت مذكرة القادة الإسرائيليين أنفسهم أبلغ وأصدق من أي كلام يقال. فرئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير إبان الحرب خطت في مذكرتها أن ما حدث في أكتوبر عام 1973 كان أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ نشأتها، بل ذهبت لأبعد من ذلك، بالتأكيد على أنها كانت صدمة انهيار معتقدات أساسية لشعبها. أما وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشي ديان فقد اعتبر ما حدث في أكتوبر بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل، مشيراً إلى أنها أنهت وإلى الأبد حالة التفوق العسكري الإسرائيلي. وأما صاحب فكرة خط بارليف الجنرال حايم بارليف فقد رأى أن الجيش المصري حارب بدوافع وطنية، وروح الفداء لديهم وصلت للدرجة القصوى. أما إيهود باراك رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق فقد أقر بمتلازمة الخوف والرعب التي انتابت الجنود الإسرائيليين خلال تلك الحرب. وتأتي شهادة الاسم الأشهر في حرب أكتوبر وأشهر أسير عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الذي دمر بأكمله على يد جنودنا البواسل، فكان الذهول من حجم الخسائر التي رآها في صفوف جنوده هو المسيطر على شهادته ليطرح تساؤلاته عن مآلات الجيش الذي لا يقهر كما كانوا يعتقدون. ومن عيون قادة إسرائيل ومحاربوها إلى عيون شعبه وصحافته كانت الشهادات أكثر إيضاحاً، لتعتبر الصحافة الإسرائيلية في ذلك اليوم أن حرب أكتوبر كانت لعنة على إسرائيل اخترقت هالة الدولة التي لا تقهر. وأسهبت صحافة إسرائيل بالحديث عن التفوق الذي أظهرته القوات المصرية في الحرب، وأن قادة بلدهم أساءوا التقدير لقوة وحجم القوات المصرية وقدرتهم على العبور. شهادات من الأهمية بمكان، خاصة وأنها وثقتها مذكرات وصحافة وإذاعة العدو الذي انتزعنا منه أرضنا واسترددنا منه كرامة للوطن. ليظل السادس من أكتوبر على مدى التاريخ هو يوم الشرف والعزة والكرامة لمصر وشعبها، ويوم النصر العظيم الذي تحقق على يد أبطالها ودماء شهدائها.